باشرنا من اليوم تاريخ 12/10/2021 بإعادة العمل بالبطاقة الوطنية، حيث سبق هذا إعلان المديرية توقف العمل لمدة 4 أيام قبل الانتخابات. اليوم باشرت مديريتنا بالعمل وإعادة العمل عن طريق الحجز الإلكتروني ومن خلال الرابط الإلكتروني. صار للولادات والوفيات أيضا مديريتنا وبتوجيه من قبل السيد معالي وزير الداخلية وجه باستثناء الحالات الواقعات الحياتية موضوع تأشيرات الولادة وتأشير الزواج وتأشير الحالات الأخرى اللي تكون إجراءاتها ضرورية. أيضا سيدي يعني الحجز مستمر. نعم، بالنسبة لدائرة أحوال البطاقة الوطنية في الموصل الجانب الأيمن يوم 24، احنا نحب نوه لهم أنه هذا اليوم تم إلغاء موعد الحجز بسبب الإجراءات التوقف، فبإمكانهم الحجز باليوم اللي بعده يعني يوم 24/10. يعني للأسف بسبب التوقف اللي حصل من خلال عملية الإصلاح وتطوير المنظومة تم إيقاف العمل بهذا اليوم، وبإمكانهم الحجز مرة أخرى. أيضا احنا نخبرهم انه يقدرون يحجزون مرة يعني خلال حجز مرة أخرى. أيضا مديرية شؤون الإقامة تابعة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة قسم الإبعاد والإخراج تم إلقاء القبض على 211 أجنبي مخالف لتعليمات الإقامة قانون رقم 76 سنة 2017، حيث تم تشفيرهم إلى خارج العراق. وأيضا ننوه للمواطنين أرباب العمل الأخوة عدم التحرز على الأجانب المخالفين للقانون واتباع الإجراءات الأصولية اللي يتم إعلانها من خلال المديرية. أيضا بتوجيه من قبل السيد مدير العام المحترم لواء رياض الجندي وجه سيادته إلى مكاتب الجوازات في محافظة بابل بتوزيع الجوازات المنجزة والموجودة في قسم التسليم في المكاتب واستلامها. يعني هذا هم تنويه لهم الأخوة المواطنين في محافظتنا العزيزة بابل التوجه إلى مكاتب استلام الجوازات واستلام جوازاتهم. نعم سيدي، هذا موجز عن أهم النشاطات اللي وردت خلال الفترة الماضية. نعم سيدي، أيضا سيدي خلينا الرقم الخاص بالقسم الشكاوى في مديرية البطاقة الوطنية الرقم 077-325-63584 سيدي. نعم، هذا خاص بشكاوى البطاقة الوطنية. أي استفسار، أي موضوع شكوى ضد يعني تلكو أو عمل في مديرية البطاقة يكون الاتصال بهذا الرقم وتقديم شكواهم أو استفساراتهم، الحصول على أي استفسار. نعم، لبس في أي موضوع من المواضيع. هذا رقم دائم لو وقت هذا رقم ثابت شرعت أثناء مديرية الدوام الرسمي. أثناء الدوام الرسمي شرعت مديريتنا أنه تخلي هذا الرقم حتى تستوعب أكثر الحالات اللي المواطنين. نعم.